حققت عملية جني الفلين لهذا الموسم، حيث اختارت محافظة الغابات بالتنسيق مع الشريك الأساسي لمحافظة الغابات المؤسسة الجهوية للهندسة الريفية بابور لولاية عنابة جبال إيدوغ لتكون محطتها الأولى. جمال ليتين في هذه التغطية. جبال إيدوغ هي منطقة اختارت محافظة الغابات لولاية عنابة أن تكون محطتها الأولى في جني محصول الفلين لهذا الموسم. في 7 دول، كاين في شمال افريقيا، عندنا في المغرب. يدون اليوم بمنطقه سيدي بنود ببلديه الصيبي لانطلاق عمليه جني الفلين لسنه 2020 على مستوى ولايه عنابة. كما تعلمون ولايه عنابة ولايه غابيه بمساحه تقدر ب 74255، حيث يقدر الفلين المساحة الغابية للفلين ب 15000 هكتار. هذا الصنف أي الفلين هو إضافة إلى الجانب الإيكولوجي هو ذات قيمة اقتصادية كبيرة، حيث يصدر ويجلب العملة الصعبة. عملية جلب الفلين تسمح لنا بخلق مناصب شغل في المناطق النائية في مناطق الظل. العملية تمت بالتنسيق مع الشريك الأساسي لمحافظة الغابات المؤسسة الجهوية للهندسة الريفية بابور عنابة. جوادي مراد مدير إنجاز المشاريع المؤسسة الجهوية للهندسة الريفية بابور عنابة، مؤسسة عمومية اقتصادية واللي هي الشريك الأساسي لمحافظة الغابات عنابة. اليوم مؤسستنا حاضرة بعتادها وتعدادها في عملية جني الفنين لموسم 2020، واليوم رانا في منطقة جبال إيدوغ بشطيبي. إن شاء الله العملية مستمرة إلى غاية انتهاء جني المحصول لهذا الموسم. تابعتم رفقتنا في أعماق جبال الإيدوغ بمنطقة سيدي بنود التابعة إقليميا لبلدية شطيبي، أين تمت انطلاق حملة جني الفنين لموسم 2020 لمحافظة الغابات لولاية عنابة، وهذا تحت مرافقة ومراقبة ميدانية لأعوان وضباط محافظة الغابات بالتنسيق مع الشريك الأساسي للمؤسسة الجهوية للهندسة الريفية مشروع عنابة. هي بادرة تسمح بخلق مناصب الشغل في المناطق النائية وتنمي الاقتصاد الوطني.